اهلا وفين اش اخباركم نط الحرب ما بين ميريكان وايران؟ اش اخباركم انتشر واحد الفيروس في الصين؟ واش اخباركم من القديمه صاحبي من القديم هادشي وقع شحال هادي تجي تقولوا لينا قديم يا قديم انت ما عارف شحال من حاجه. انا كنت كنوجد بزاف ديال الحوايج لهاد القناه. انت ما كتشوفش الحاجه بعمق، انت كتشوف غير السفايف غير المظاهر. انا كنت مخبي من الفيروس باش ما نموتش قبل ما نوصل ل 100000، وبزاف تيقول لي لوح لينا التحفيز. وانتم راه ما ناقصكمش التحفيز، ناقصكم هادشي اللي غنقول دابا. كان شهر 5 وحنا كندوزو الامتحانات الاخيره قبل الامتحان الوطني. كلشي كان كيخدم مزيان باش يجيب النقاط في الامتحانات الاخيره. طبيعه الحال النقاط ديال القسم كيعاونوا. وحتى انا كنت كنخدم الدرسو في لاصال ديال الكريم. خدمة عبادة. المهم الغد ليه كان الامتحان في الفلسفة وما كنت فاهم والو. معضع غيجيب قل من الصفر، البرد ديال كندا اصلا الحرارة وكان قرب الصيف ديك الوقيتة. واخا هكا كنت تايق في راسي ما كاينش، دخلت نعامة سيدي قلت ان شاء الله شي حاجة غتعتقني دعويكم. مثلا دوزت الامتحان، دازت واحد المدة، النقطة تلحت في مسار وانا بقيت نقول فاك شحال نكون جبت. النقطة اللي جبت هي 1. فرحت بزاف، ماشي حيت جبت هاد النقطة، حيت لقيت واحد السر. كنتو كتسناوني نفرح النقطة؟ انا عمرني ما كنفرح للنقاط، انا كنفرح للاسباب والاسرار اللي كنلقى. السر هو الافيون، بلغه اخرى ديال فرويد هو العقل اللاواعي اولا العقل الباطن. باش نفهمو اكثر هذا الافيون ولا العقل الباطن، اجي نرجعو للبلاصه اللي كنت ندوز فيها الامتحان. امتحان الفلسفه تحت لنا في المزقه ديال السياسه، ما عارف والو على السياسه. فاك شنو غندير؟ حبس. ولكن انا ديجا كنت قاري الميكيافيلي القصه ديالو كامله، القصه ديالو بقيت عاقل عليها، وبقيت عاقل على القوله ديالو الشهيره الغايه تبرر الوسيله. شيطان. القصه واحد الحاجه كتبت في الافيون ديالك، القصه واحد الحاجه كيلصقها العقل الباطن ديالك، وداكشي علاش عاودت لك القصه ديالي. شتي داك العقل الباطن ديالك هو اللي كيفتح لك الطريق. الافيون ديالك قد ما استقبل ديال المعلومات قد ما كيعتقك. الافيون هو اللي كيعطيك دوك الافكار اللي بعد المرات تقدر تبان لك حمقه، ولكن انت ما كنتيش رد ليها البال، شي حاجه ابداعيه ما كنتيش انت رد ليها البال. واش فات لك سولتي شنو هو السر اللي كيخلي العلماء يوصلوا للحلول؟ السر هو الافيون. حنا محتاجين العقل الواعي انه يفهم شنو هو هذا الافيون ويخدمه للصالح ديالو. الافيون هو اللي كيعطي دوك الافكار للمخرجين ديال الافلام والفنانين والرسامين والكتاب. الحياه كلها افكار، انت فكره وانا فكره وهذا يوتيوب فكره وهذا الفيديو فكره، ولكن الافيون هو اللي كيعطي دوك الافكار اللي كتسمى بالحلول. عليها بعض المرات ملي كتكون دوزتي شي فرد كتصدم من النتيجه ديالو واخا انت ما وجدتيش ليه. الافيون هذاك اللي خدمتي، واول حاجه ديرها ديما باش تخدم الافيون ديالك هي انك تباسي ميساجات من العقل الواعي للعقل اللاواعي. بعد المرات كيكون المشكل ديالك بحال هذاك اللي تقول ويلي ناري فاك عندك ما بقاش الحال، مش علينا الحال صاحبي، ما وجدنا والو، هاد الشيء كثير كي غندير ليه. او تعطلت على لاصال، خصني نخدم الدورسو. هكا كتعطي نتايا ميساجات للعقل اللاواعي ديالك باش ما يعطيكش حلول، باش يتسد. باش تفتح الافيون ديالك خاصك تباسي ليه ميساجات باللي راك تايق في راسك. انا ديما كنديرها مع العقل الباطن ديالي، ديما تنقول ليه غنوصل ل100ك انا تايق في راسي، غنوصل ل100ك انا تايق في راسي، غنوصل ل100ك انا تايق في راسي. كنقولها وانا حاس دابا باللي انني وصلت ل100ك. كافيونيين كنبلغ لكم رساله حب، شكرا بزاف على الوصول ديالنا ل 40000 دابا، وخصوصا البنات. البنات واحد الجنس لطيف زويون، لطيف مخلوق، لطيف من عند الله. اما الرجال والتريح وقت الحزيبان والرجال، شتيكم الدراري والله ما توصل ل 40000.
الافيونيين بنات ودراري خاوة خاوة، ولكن تا هي البنات بزاف. فين خليناها؟ الافيون. الافيون هو اللي كيحركك ملي كتكون جالس وحابس في بلاستك، كيجي وتيقول لك علاش حنا هنا. سؤال صابون، سؤال يراودني. ديما كيحاول يحركك بافكار خبعتيها عنده. اول حاجه باسي لعقلك الميساجات الزوينه اللي هتخليه يطمئن، باش الافيون ديالك يعاونك في ديك الوقيته ديال الشده. ميساجات بحال الثقه في النفس، انك تايق في شنو كدير، ميساجات انك غتوصل، بحال لك تكون واحد البروباغاندا اللي تبقى خدامه للصالح ديالك. الهدف ديالك خاصو يكون انك تجمع بزاف ديال المعلومات في هذا الوقت هذا. ونعطيك واحد جوج لعيبات باش تبان لك الطريق للافيون ديالك: الخيال والقصص. الافيون ديالك ما كيفرقش ما بين الحقيقه وهاد الجوج هادو. هاد الجوج خدمهم غيعاونوك بزاف باش تحفظ، غيعاونوك بزاف باش تفهم اي حاجه، غيعاونوك بزاف باش يعتقوك في اي بلان. نعاود نقولها لك، ملي كندوي على الافيون كندوي على العقل اللاواعي ماشي العقل الواعي، حيت العقل الواعي ما كيشدش بزاف ديال الحوايج، اما العقل اللاواعي كيشد بزاف ديال المعلومات. وانا دابا تايق فيك كافيوني، حيت الثقه هي الحاجه الوحيده اللي محتاجينها كلنا باش نوصلوا، وانا محتاجها منك باش دير ابوني قبل ما يجي كورونا وانا باقي ما وصلت ل 100 كا. هاد جوج لعيبات ما عطيتهم لكش باش تاكل الحوت، انما عطيتهم لك باش تعلم تصيدو. عطيتك كيفاش تنتج افكار وحلول، ماشي عطيتك افكار وحلول. الدور ديالك دابا هو انك تغذي الافيون ديالك ببزاف ديال المعلومات. معلومات يعني افكار. عندك الوقت الكافي دابا اكثر من شهرين، وشهرين غتهز فيها شحال من جيجا من المعلومات. الحل ماشي هو الوقت ما بقاش، ماشي هو عندك بزاف ديال الحوايج خصك تشدهم. الحل هو انك تآمن باللي في الداخل ديالك كاين الافيون، كاين العقل الباطن اللي غيعاونك باش توصل، كاين العقل الباطن اللي غيزودك افكار يعني حلول وشكال. الافيون خدام عندك طول الوقت وكيتسنى منك غير طلب، غير اوردر، وتعطيه ميساجات ديال الثقه. كاين فرق انك تكبر الشان وتعطي الاهتمام للهدف بطريقه ايجابيه وبطريقه سلبيه. بطريقه ايجابيه هي انك تهتم به، طريقة سلبية هي أنك تخاف ما توصليش. وبهذه الطريقة تقدر تفتح ولا تسد الأفيون ديالك. وهذا ميساج لأي أفيوني عندي في القناة، خاصك تفائل، خاصك تفائل بالمستقبل، تفائل بواحد الحاجة اللي هي فيك وكتبغيك، مستعدة أنها تهتم بك، ومستعدة أنها تحس بك، ومستعدة أنك تعمرها بالمعلومات، معلومات اللي غتردهم ليك في واحد الوقت اللي هتكون محتاجهم، سواء هذا الوقت امتحان ولا تطبيق لذاك الهدف اللي كيف ما كان. هي كتولي تخدم تلقائيا، حيت الهدف ديالها الاول والاخير هو تعاونك. هادشي علاش خاصك تفائل، وخاصك تفائل حيتاش انا كاين في هاد الحياه. شي وحدين جاوا قالوا لك واش غتقطع يوتيوب؟ واش بغيتو يوتيوب يتم من احسن قناه في العالم؟ وعاد جايين افكار اخرين وفيديوهات اخرين. الافيون ديالي ما كيتسالاش، ديما كيخدم في الليل، ديما ديما ديما، وكيعطيني افكار ابداعيه زوينه غنطبقها في هاد القناه، كنوعدك. دونك اللي نسى ما تابوناش يتابونا، جايين افكار واعرين في هاد القناه. وماشي المحتوى غيتبدل، ولكن غيكون محتوى واعر وغنحمر لك الوجه. اوكي يلا، جود باي اند بيس اند لاف. تانا بغيت نقول لك واحد النصيحة زوينة غتعاونك في اي امتحان، غتعاونك في اي هدف، وهي انك خد تاكل شوية ديال اللوز والكركاع قبل ما تمشي لك الهدف، وغتولي من احسن الناس اللي you know I speak English now. تسيرا صاحبي وانت اللونجلي ديالك بحال ديال سينا. مهم الخوت، بغيت نقول لكم واحد الحاجة اللي غيكون كونسيبت جديد، كونسيبت واعر، كونسيبت غيسافر بك من عالم آخر، غنبان صوت وصورة وغيعجبك الكونسيبت أنا متأكد. كنتمنى نديرو تكون القناة وصلت 100 ألف.